الله الرحمن الرحيم. وفد من مجلس محافظة الأنبار زار السيد معالي وزير الدفاع المحترم للاطلاع على وضع المحافظة وعلى أمنيات المحافظة وعلى تجهيز المحافظة. ناقشنا الكثير من المحاور، من ضمن المحاور كيفية تجهيز محافظة الأنبار وخاصة القوات الأمنية الموجودة من الجيش والشرطة والعشائر، وكيفية وضع خطط لازمة واستراتيجية جديدة تحمي مدينة الرمادي وتحمي محافظة الأنبار، وعن طريق العشائر وعن طريق جميع عمل جميع الاستحضارات الأمنية الموجودة في المحافظة من أجل طرد تنظيم داعش من محافظة الأنبار. يعني كان السيد الوزير متفهما لما أجل في محافظة الأنبار، وأبدأ قلقهم على بعض المشاكل التي تحصل في محافظة الأنبار، وأبدأ استعداده من أجل المساعدة، مساعدة القوات الأمنية من الجيش والشرطة في محافظة الأنبار. طلبنا منه تسليح لواء السيد أحمد صداق الدليمي في محافظة الأنبار ليكون قوة ضاربة، وإن شاء الله العمل جاري. وهناك رغبة من وزارة الدفاع بتحويل هذا اللواء إلى وزارة الدفاع أو العمل مع وزارة الدفاع من أجل تحرير مناطق مهمة في محافظة الأنبار. في محافظة الأنبار هناك تحديات كبيرة، منها التحدي الأمني والتحدي الخدمي، ولكن ما ناقشناه مع السيد معالي وزير الدفاع هو التحدي الأمني الذي تمر به محافظة الأنبار، وإن شاء الله هناك خطة جديدة من أجل محافظة الأنبار. نطمئن أبناء محافظة الأنبار بأن الوضع جيد، وأن قواتنا الأمنية قادرة على مسك الأرض وقادرة على طرد تنظيم داعش من محافظة الأنبار، وأن إن شاء الله النصر قريب وبجهود الأخيار من قواتنا العسكرية من الجيش ومن الشرطة ومن مساعدة أبناء العشائر الأبطال الذين تصدوا لجميع الهجمات التي حصلت في الأيام الأخيرة في محافظة الأنبار. وإن شاء الله هناك استجابة من قبل وزارة الدفاع على تسليح العشائر وتسليح قواتنا الأمنية في المحافظة وسد الثغرات التي حصلت في الماضي، والعمل مستمر والتعاون مستمر بين وزارة الدفاع وبين محافظة الأنبار. شكرا. صباح الحلبوسي رئيس مجلس محافظة الأنبار.